السلام عليكم حبايبي، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن ما يرام. اليوم جيت نتقاسم معكم الوصفه ديال البوريك بالجبنه. هي وصفه تركيه زوينه وغايه كتجي بنينه هايله. لهذه الوصفه كنحتاجوا ثلاثه الانواع ديال الفرماج. هنا عندي فيتا، هنا عندي طوب فرماج، كاين موتزاريلا، كاين ايمونتال، وكاين واحد اخر مشات لي سميتو فالساعه. وعندنا هنا الجبن ديال الموتزاريلا، كنحتاجوا نص كاس ديال الحليب وثلث الكاس، كنحتاجوا ثلث كاس ثلث الكاس ديال الزيت، كنحتاجوا البزار، كنحتاجوا المعدنوس مقطع، كنحتاجوا جوج بيضات، وهذا والسمسم، الزنجلان، كنحتاجوا الزنجلان حتى هو تزيين، وحبه البركه حتى هي تزيينه، والحبه السوداء ولا كل واحد شنو كيسميها. كنحتاجوا الورقه ديال الفيلو، البات فويتي ديال الفيلو هي اللي كتجي بها زوينه، كتجي على هذا الشكل. انا خرجتها من الثلاجه باش ما تخطاش ليا ملي نبغي نخدم بها. ما يمكنش خاصني نقطع سكوت، ما يمكنش نخدم بيد وحده. ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. في الاناء غادي نخلطوا هاد لي 3 فرماج اللي عندنا، كنزيدو عليهم المعدنوس، وكنخلطو الكل. فوالا، من بعد ما خلطنا كلشي غنحطو على جانب، كنديرو جوج بيضات، مع نص كاس ديال الحليب، مع ثلث ديال الكاس ديال الزيت النباتية، رشة ديال البزار، كنخلطو بجميع العناصر. كبداية كنحتاجو شوية الزبدة، كندهنو بيه لتحت ديال المول. أنا عندي ديال لينوكس، خايفة لا تلصق ليا. الناس اللي عندهم هذا بالسيراميكا ولا بزاف ماشي مشكل، ما غاديش تلصق ليكم. وعندنا الخليط هنايا اللي غندهنوا ديال البيض اللي درنا، اللي غندهنوا ما بين الورقات ديال الفيلو. ما درنا واحد الطبقه ثاني كامل الورقه ديال الفيلو، واللي من ما بين الورقه والورقه كندهنوها. دابا غنجي وندي وقطعت الجوانب اللي كانوا طالعين عندي بزاف، مع الورقه عندي كبيره والمول حتى هو كبير. دابا غنجي ونديرو الحشوه ديال لي فرماج. هكذا كتجي. من بعد ما وزعنا الفرماج بطريقه متساويه كامله، خليناه بعيد على ب 1 سنتيمتر على الجوانب هكا باش ما يدوبش ويلصق لينا في هذا فلومول ديالنا. دابا غادي ندوزو للكماله ديال الوصفه، غادي نديرو الطبقه الثانيه ديال الورقه ديال الفيلو
وكما العاده كما درنا الطبقه الاولى ديال فيلو غنديو نفس الشكل وغنزوقوها بالزنجان وحبه البركه. هنا اللي كتعجبو حبه البركه يديرها مع الخليط. انا ما كتعجبنيش، كتعجبني غير في الزباق. دابا كنهزو كنتلوعو جميع الجواهر باش يتقادو، كندخلو من الداخل. دابا نزوقوها بالحبة البركة والحبة السوداء والزنجلان كيما قلت لكم. ها هما البوريك ديالنا خرجوا من بعد ما تحمروا وطابوا، هنقطعهم دابا ونتقاسم معكم الطبق النهائي. هذا هو الطبق النهائي ديالنا، هذا هما البوريك من بعد ما تحمروا وخرجناهم. عاد كاين لكم حل، كاين انت كتهزي وهما كيتبعوك كيتقطع الفخومات، لكم عارفين ملي كيكون دايب كنقدموها لكم مع فخومه الفيطه